أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت في منطقة اللبوي بعلبك سيارة فان يستقلها كل من اللبناني سين فاء والمدعو ميم ألف من مكتومي القيد المقيمين في لبنان، وضبطت بداخلها كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر العائدة لها، بالإضافة إلى آلة تفجير عن بعد وعدد من أجهزة التفجير والصواعق والأسلاك الكهربائية التي جرى إخفاؤها ضمن صفائح معدنية تم تصنيعها لهذه الغاية.